اداء ما كانش بالمستوى اللي كيطلعوا الجماهير المغربيه، ولا سيما بعد الاقصاء يعني الموديل في مصر. فما نطلبوش الكثير من هذا المدرب، لانه هذه بدايه جديده. المدرب يعني بالتكتيك ديالو ولا الفكر ديالو ولا الفلسفه ديالو، خليل وزيش معروف بالصرامه، معروف بالانضباط التكتيكي، لكن هادشي ما شفناش. ربما نديروا اعذار لانه كيبقى مقابله وديه، فربما يشوف مدى جاهزيه اللاعبين ويستافد من الاخطاء اللي دارت، يعني ماشي غير في هذه المقابله، حتى المقابله ديال المنتخب البوركينابي. فخليل وزيش كنتظروا عمل جبار وكبير، ولا سيما لانه كنعرفوا باش انك تعود لاعبين من قيمه بن عطيه ولا الاحمدي ولا بوصوفه، فخص واحد العمل كبير، والعمل الكبير ما غادي يجي الا من الدراري نفسهم، لانه يعني الدراري لازم يحسوا بالمسؤوليه على العاتق ديالهم. مقابله النيجر ما كانش اداء اللي هو كبير، نقدر نقولوا اداء متوسط، لكن اللي يلعب على المنتخب الوطني هو يعني ترجمه الفرص الى اهداف. فهذا كان ما احوجنا الى مهاجم قناص، يعني كحمد الله لما لا تعطى الفرصه هو كذلك. نحيدوا كاع الشناءه اللي دار، لانه دائما نشوفوا القدام، وحمد الله تنشوفوا الدوري السعودي مسجل 34 هدف او اكثر، يعني سجل ربما 42 هدف في جميع المسابقات. فهذا مهاجم من الطينه الكبيره، لازم اننا نعطيه الفرصه ديالو، لانه فعلا ما احوجنا الى مهاجم قناص ليستغل انصف الفرص. والمقابلات القادمه كنعتقد بان المقابله غادي تكون مقابله رسميه، ما فيهاش منتخب صغير منتخب كبير. فالاداء اللي شفناه، فنتمنى انه دغيا اللاعبين ينساوه، وانهم يحسوا بالمسؤوليه اللي العاتق ديالهم، ونحققوا الطموحات اللي مسطراها جميع الملكيه المغربيه. فهذا وجيتيني في سؤال، كنشكرك على هذا السؤال. هذا يعني والد الكوتشي وبعدي، يعني صراحه ردوا الاعتبار البطوله الوطنيه، لانه فعلا كانوا وليد الكرتي ربما نقول رجل المقابله بعدي، لو استمر كان يكون حتى هو الى جانب الكرتي. فكنعتقد بانه لازم انا وخليل الزيت مع بدايه البطوله انه ينظر شويه للبطوله الوطنيه، لانه فيها لاعبين اللي صراحه يستحقوا يحملوا قميص الوطن المغربي.